الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 40 إن شاء الله. وأنزل عليه الكتاب قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم من الكفر والعمل إلى الضياء والهدى وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم التف عنه في الآخرة والأولى ابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم أحلامها. طيب، في قوله لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، الإمام الشافعي عليه رحمة الله يشير هنا إلى ما أحل الله تعالى وما حرم، ويشير إلى أن الحلال من باب التوسعة، من باب التوسعة، والحلال هو الجواز، والحلال هو المباح، وباب المباح من أوسع الأبواب، ولذلك كان المن فيه أوسع من غيره. وفي قوله لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه، الكف أي النهي، في الآخرة والأولى، في الآخرة والأولى أي في الحياة كلها، فالحياة لها أول كما أن لها آخر، والمقصود لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الحياة. ويحتمل لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى أي الثواب المتحصل في الدنيا والآخرة. نعم. وأتى بهم على طاعته من الذنوب في جنته. طيب، حماهموها أي حماهم منها، وهذه له حماهم منها، حماهموها. طيب، وأتى بهم على طاعته. وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من محنته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارهم وأحمد آثارهم، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون أمال. المنايا المقصود بها الموت، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم أي الموت. وقد يقصد بالمنايا أيضا التقدير، يقال مناه الله أي قدره. نعم. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم. طبعا انقضاء آجالهم ده مضاف إليه، إذا آجالهم أنف الأوان الزمان، والأنف أي ما يستأنف من الزمان، ما يسانف أي ما يأتي. ومنه قول إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. نعم. ويتفهم بجلية حط تحت التاء كسرتين، ويتفهم بجلية التبيان. البيان. ويتنبه قبل ري الغفلة ويعلم قبل انقطاع المدة. طبعا الري المقصود بها الطابع أو الختم الذي يكون على القلب عفانا الله، ويعمل قبل انقطاع المدة. فيما لا يعتم مذنب ولا تؤخذ فدية. لا يعتب مذنب أي لا يبتغي الرجوع،
لا يعتب مذنب، أي لا يبتغي الرجوع مذنب. لا يعتب مذنب أي لا يبتغي الرجوع مذنب. وهذا هو معنى أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طبعا لغة الشفتين لغة كثيفة. نعم. ولا تؤخذ، ولا تؤخذ فدية، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو آذيناها وبينه أمدا بعيدا. وكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه. طبعا من هنا هي الموصولية بمعنى الذي، علمه من علمه أي علمه الذي علمه. وجهله من جهله، لا يعلم من جهله، لا يجهل من علمه. تقرير لما مضى، لا يجهل من علمه ولا يعلم من جهله. والناس إن شاء الله إخواننا الفقرة 44 و45 بتتكلم عن بعض ما يجب على طلبة العلم، فأرجو أن تنتبهوا لهاتين الفقرتين. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم. نعم. ثاني، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم. نعم. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم. الجهد هو استفراغ الوسع في تحصيل شيء ما، ودائما لا يطلق هذا اللفظ إلا على حصول البذل والمعاناة. إلا على حصول البذل والمعاناة. تقول: اجتهد في زحزحة الصخرة، ولا تقول اجتهد في حمل الورقة. يعني لو في هناك ورقة لا تقول اجتهد في حملها، لو في هناك ورقة أو اجتهد في حمل القلم، ولكن نقول اجتهد في زحزحة الصخرة. اجتهد في حفظ القرآن، ولا نقول اجتهد في حفظ اسمه، مش كده؟ لأنه حفظ الاسم سهل، لكن حفظ القرآن يحتاج إلى إيه؟ إلى بذل وسع، ويحتاج إلى مجهود. تفضل. أحط على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلب، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. أيوه، هنا المقصود بالنص أي ما يتعلق باللفظ، والاستنباط المقصود به استخراج الدلالة من اللفظ. فعندما أقول وبالوالدين إحسانا، فهذا هو لفظ الآية، والدلالة وجوب الإحسان إلى الوالدين، حيث إن الإحسان أمر به في صورتين، هاتان الصورتان موجودتان في الأمر بالمصدر وبالوالدين إحسان، فكأن التقدير وبالوالدين أحسنوا إحسان. ولذلك يقول الأصوليون واللغويون بأن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل. الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالإيه؟ بالفعل. ليه؟ لأن الأمر بالمصدر فيه الأمر بالفعل وزيادة. الأمر بالمصدر فيه الأمر بالفعل وزيادة. إزاي؟ لو قلت وأحسنوا إلى الوالدين، أحسنوا فعل أمر، يبقى خلاص إذا أتى الأمر في سورة واحدة، وسورة الإيه؟ سورة الفعل أو فعل الأمر. لكن لما أقول وبالوالدين إحسانا، فإحسانا ده مصدر، والتقدير أحسنوا إلى الوالدين إيه؟ إحسانا. فصار الأمر بالمصدر آكد من الأمر بالفعل. يبقى إذن دلوقتي عندنا النص والاستنباط، وقد دل الله عز وجل على معنى الاستنباط
الذي فيه اجهاد وانتزاع للدلالة من جزئي النص، من جزئي النص لقوله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطون، والاستنباط على وزن استفعال، وهذا اللفظ فيه طلب الشيء، فيه طلب الشيء. فاستخرج البترول أي طلب خروجه بالحفر والآلات. ماشي إخواني؟ طيب، إذا لابد أو حق على طلبة العلم أن يبلغوا غاية العلم في معرفة الله عز وجل، وأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى في استدراك علمه. الاستدراك أي كل علم يأتي، كل علم يأتي في استدراك علمه. فالمستدرك هو الذي يأتي بعد ما سبق. يبقى العلم دائما متواصل، في جديد وفي ماضي. وقت رح كنا عيال صغيرين في الكتاب، كان في عندنا اللوح وفي عندنا الايه؟ الماضي. كان في اللوح وفي الماضي. اللوح اللي احنا بنسمعه او بنحفظه النهارده يسمى لوح، يقول لك طالع اللوح بتاعك. يبقى اللوح بتاعك هو الايه؟ اللوح بتاع النهارده. ماشي؟ او اللوح بتاعك اللي انت لسه هتحفظه، صحته النهارده هتحفظه لسه. اما الماضي اللي هو الايه؟ الذي سبق. فالعلم لابد فيه من استدراك، استدراك يعني شيء جديد. ليس المقصود بالاستدراك هنا المعنى النحوي عند النحاة، ولكن المقصود بالاستدراك هنا الايه؟ الجديد. يعني لابد في العلم من طلب المزيد، طلب المزيد، طلب المزيد. ولذلك كان بعض السلف يقول: اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب ايه؟ مال، طالب علم وطالب مال. نسأل الله تعالى يجعلنا من طلاب الآخرة. قولوا أمين. قول يا ابن حلال. وإخلاص النيات. قول ما قلت. فحق على طلبة العلم، فحق على طلبة العلم وجوب غاية جهده في الاستكثار من علم، والصبر على كل عارض دون طلب. عوارض كثيرة بتشغل الإنسان وتقطعه عن طلب العلم، عوارض كثيرة حقيقة، يعني عوارض كثيرة. من هذه العوارض النفس التي بين جنبيك، نفس متوترة تواقة إلى قطعك عن طريق الخير. ولذلك السعيد من وفقه الله تعالى إلى تهذيب نفسه وأعانه على هذه النفس، ده السعيد، ده عارض. عارض ثاني هو صاحب السوء، صاحب السوء وقرين السوء، هذا عارض يصد عن السبيل ويقطع عن الخير. هناك عارض آخر وهو الفقر، الفقر. يعني بعض السلف آتى إليه طالب علم فقال له: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم، ثم اطلب العلم. فطلب العلم يحتاج أيضا إلى مؤنة، إلى معونة، إلى إنفاق. ولذلك من كان فقيرا وكان مجتهدا في الطلب يجوز له أن يأخذ من صدقات المسلمين بقدر حاجته. أي وإخلاص النية لله استدراك علم نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعمل. تمام. الجملة دي هنحفظها: فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. يا سلام، لله درك يا إمام يا شافعي والله. رجل يعني كان ربانيا، مش يقول لك بقى ان العلم ده لا يدرك الا بقى بسعه الحفظ وجوده الايه وسيران ايه، ده كله حاجات طيبه. لكن لابد ان تستعين في طلب العلم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ودائما المعونه تاتي قبل العمل، المعونه تاتي قبل العمل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فعندما تستعين بالله فإن الله تعالى يعينك على العمل، ويعينك على الطاعة، يعينك على العمل ويعينك على الطاعة. فلا بد أخي الحبيب أن تستعين بالله عز وجل في كل مقصود شريف تريد أن تلابسه، أي مقصود شريف تريده
فلا بد أن تجتهد على تحصيله بماذا؟ بمعونة الله عز وجل. الفقرة دي حتى اللي مش معاه الكتاب يكتبها عنده في الأجندة أو الكراسة أو الورقة اللي معاه، يكتب: فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. تقول كده: قال الإمام الشافعي لا يدرك خير إلا بعونه. جملة سهلة، تفضل. فإن من أدرك علم أحكام الله في الكتاب نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، انتفت عنه الريب. الريب، الريب اللي الشكوك والظنون. فنورت في قلبه الحكمة وسوجب في الدين موضع الإمام. موضع الإمام. موضع الإمام. يا سلام، فقرة مهمة جدا. إذا الإمامة في الدين وإيتاء العبد الحكمة، هذا كله لا يتحصل إلا بماذا؟ إلا بالعمل بالعلم. إلا بالعمل بماذا؟ بالعلم. إذا ليس المقصود أن نحصل العلم، ولكن المقصود أن نحصل العلم وأن نعمل به والقول بالعلم، أي الدعوة بهذا العلم. يبقى كأن الإمام الشافعي في هذه الفقرة يشير إلى هذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول العلم، والأصل الثاني العمل، والأصل الثالث القول أي الدعوة. ثلاث أصول عظيمة جدا موجودة في هذا الباب. اسمع مرة أخرى: فإن من أدرك علم الله أو علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلال، ماشي نصاً أو استدلال، نصاً واستدلال، ولو هنا ليست للتخيير، لا، لابد من المعرفة بأحكام الله عز وجل نصاً أي مضمناها نصاً، واستدلالاً أي كيف يستدل عليها من هذا النص، كيف يستدل عليها من هذا النص، مش يستدل بها. نعم. لا، الاستنباط والاستدلال، الاستنباط والاستدلال. ووفقه الله، اسمع كلمة ووفقه الله، تشعر بالفعل إن العمل بالعلم أو الدعوة بالعلم ده توفيق من الله، توفيق من الله. خلي بالنا يا أخواننا الإمام الشافعي كيف يربط المعاني العظيمة بالله عز وجل، لأن بعض الناس يظنون بأنه إذا أوتي حظا في الفهم، حظا في الحفظ، حظا في جودة الذهن، فإنه بذلك يكون فذا أو متفردا في الطلب. أبدا، المسألة كلها متعلقة بعون الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ شوف بقى جملة الجواب، جملة الجواب: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، وانتفت عنه الريب، اي عند الصادقين وعند اهل الدين. والا فان اهل الاهواء يتهمون اصحاب الدين في كل وقت، فقد اتهم الانبياء واتهم الائمة الكبار، وأنتم تعرفون أن كثيرا من الأئمة يوقعوا في مشاكل. يعني مثلا الإمام البخاري ماذا حصل له حتى من نظرائه وأقرانه، وينتهي ذلك الأمر بالإمام الشوكاني محمد بن علي وما حصل معه في بلاد اليمن، ولكن ينتفي عنه الريب عند أهل الصدق وعند أهل الدين. ونورت في قلبه الحكمة، الحكمة الفهم أو السنة. والإمام الشافعي يميل إلى أن الحكمة بمعنى السنة، الإمام الشافعي يميل إلى أن الحكمة بمعنى السنة، وسأتي ذلك يعني بعد القراءة في الرسالة مثلا بعد شوي. فالحكمة هي السنة، ونورت في قلبه السنة الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، موضع القدوة. إذا القدوة أيها الإخوة الكرام لا يأتي إلا بثلاث أمور: العلم والعمل والدعوة.
عشان الواحد يكون إيمان في الدين ثلاث حاجات: علم وعمل ودعوة. لا تؤتى الإمامة ببذل الأموال ولا بطلب الوجاهات عند الخلق، فمن ذا الذي يستطيع أن يرائي وجوه الناس؟ فإنه إذا رضي عنه ذلك الوجه سقط عنه ذلك الآخر. فلن نستطيع مراءة وجوه الناس جميعا، ولكن ينبغي علينا أن نرائي وجه الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: لمراءة وجه واحد خير من مراءة ألف وجه. يعني الإنسان لما يتصنع لله سبحانه وتعالى خير من أن يتصنع الناس كلها، لأن ده عاوز حاجة وده عاوز حاجة وده عاوز حاجة وده عاوز حاجة، وجايز يكون مقصود ده غير مقصود ده، مقصود ده غير مقصود ده، فزي إرضى الناس كلها أمر صعب المنال، ولكن يكون حسب إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فنسأل الله المبتدئ المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم. المهيمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها. يا سلام. جاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه. اللهم آمين. ثم سنة نبيه. اللهم آمين. وقولا وعملا يؤدى به عنا حقا. يؤدي به عنا حقا، ويوجب لنا نافلة مزيدة. شوفوا الإمام الشافعي تشعر بأن قلبه حاضر، قلبه حاضر يعني. ولذلك أنا يعني لو قارنا بين رسالة الشافعي وبين أي كتاب الأصول المتأخرين الذين أتوا بعده، تشعر بأن هو صاحب قلب، وأن هو بيربط معاني القلوب بهذا العلم الشريف الفريد. فليس حاله كحال هذه الآلة أو هذه الطاحونة التي لا تجيد إلا الطحن أبدا، ولكن المسألة أن الرجل يريد أن يربطك بالله عز وجل في هذا الفن. لأن علم الأصول دهوت من لم يرتبط فيه بالله عز وجل أوتي الكبر. يعني علم الأصول الإنسان ما كانش يخضع فيه لله سبحانه وتعالى ويلين قلبه فيه لله سبحانه وتعالى ويكون من أذل الناس لله سبحانه وتعالى، يكون من أتعس الناس بهذا العلم، يكون من أتعس الناس بهذا العلم. يعني علم الأصول ده يعني إما يرفعك في مقامات الصالحين حتى تصل إلى ربك سبحانه وتعالى فائزا هنيئا، وإما أن يسفل بك في دركات المتكبرين المعجبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا بذلك العلم إلى رضوانه ورضاه، وألا يحجبنا بهذا العلم عن ذلك الرضوان والرضا. قال الشافعي فليست تنزل لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تدل على سبيل الهدى. جميل جدا. الآية دي أو هذه الفقرة بتثير مسألة: هل النص يشمل الأحداث في كليتها في كل عصر، ولا النصوص منتهية والحوادث غير منتهية؟ يبقى مسألة أن النصوص منتهية، فنصوص الأحكام مثلا في القرآن عدة مئات من الآيات، مئات الناس وصلوا إلى حوالي أكثر من 500 آية. فالأحكام أو نصوص الأحكام منتهية محدودة، بينما الوقائع والأحداث غير منتهية. يعني نحن عندنا دلوقتي مثلا تأجير الأرحام دلوقتي مشكلة ظهرت. هل يجوز تأجير الأرحام؟ يعني تأجير الأرحام يعني ممكن مثلا إن يؤتى بالحيوان المنوي باع البويضة ويخصبه مثلا في أنبوبة اختبار حتى يولد من هو مثلا ما يشبه بالزيجوت مثلا، اللي هو البداية بتاعة الإنجاب، وبعدين تحقن هذه البداية أو هذه المضغة تحقن في رحم امرأة تستأجر لمدة 9 أشهر، الشهر مثلا بمئة جنيه، يبقى 9 أشهر 900 جنيه، يبقى مثلا بطنها تكبر وتحمل
ونفسها يتقطع ومش عارف تطلع السلم ونفسها ما يجيلهاش في الاكل والاعراض بتاعت الحمل ده كلها، والام بقى المخاط كلها بقى الصريخ والالم والبتاع ده كله بالاجر. وبعد ما تخلف متشكرين جدا، يلا بقى انت في جنب كده واخدين الايه؟ الولد. الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الكلام ده بيحصل في اوروبا. تأجير الارحام ده بيحصل في اوروبا. واثيرت مشكله عندنا هنا في هذه المساله، وبعض الازاهره سامحهم الله قالوا بجواز تأجير الارحام. يعني احد عمداء الكليات الازهريه قال ايه المشكله؟ ما فيش فيها مشكله في تأجير الارحام. لكن جمهور المحدثين من الفقهاء انكروا ذلك الامر. انكروه لما فيه من مفاسد عريضه. ليه؟ لان ايه اللي هيفرق بين واحده زانيه وواحده ايه؟ اجارت رحمها. يعني دلوقتي افترضنا واحده مثلا مش متجوزه وفجاه قلت لنا بطنها كبر، ايه اللي حصل يا ولاد؟ احسن دي اجارت الرحم بتاعها. قال لا ده مشكله عظيمه، يعني امر غير متصور، امر غير متصور. فهل النص منتهي والوقائع غير منتهيه؟ ولا دائما في النص نجد ارشادا لكل الحوادث الى ان يقضي الله تعالى امره في هذا الكون؟ الامام الشافعي بيميل الى ان النص به ارشاد وهدي لكل نازله تنزل باحد. ما فيش اي نازله تنزل باحد الا وفي كتاب الله عز وجل حل هذه النازله، اما نصا واما ايه؟ استنباطا. اما نصا واما ايه؟ استنباطا. فده راي الامام الشافعي، وهذا راي وجيه، هذا راي وجيه قوي. ايوه قال الشافعي فليس تنزل باحد من اهل دين الله نازله الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهم. ايوه قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. تمام. طب مفهوم كتاب أنزلناه إليك عشان إيه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس، الناس ده عموم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذا مبتغى أو من مقاصد إنزال الكتاب هداية الخلق، هداية الخلق، هداية الخلق. ولذلك ينبغي أن يكون من مقصود الدعاة إلى الله عز وجل هداية الخلق، هداية الخلق. نعم. وقال وأنزلنا إليك، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيوة أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. وقال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيوة كل ديت من أبلغ صيغ العموم، كل من أبلغ صيغ العموم، كذا قال اللغويون والأصوليون. فقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، إذا ما من شيء إلا وفي القرآن بيان له وإبانة عنه، بيان له وإبانة عنه. نعم. وقال وكذلك، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا سلام. ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا، الوحي نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أظن الكلام جميل وماتع، ومع يسره فيه المعاني التي تقربنا إلى الله عز وجل. وعلى فكرة هذا الكلام دلوقتي في كتاب هو أول كتاب في الأصول على وجه الأرض،
أول كتاب في الأصول على وجه الأرض، أول محاولة للتصنيف في الأصول هذا الكتاب، هذا الكتاب. وسبق أن قلت لكم هذا الكلام في ترجمة الإمام الشافعي. نعم. كيف البيان؟ البيان معناه الوضوح والإيضاح للشيء. البيان الوضوح والإيضاح للشيء، والبيان من الدلالة، ويطلق على الحجة وعلى البرهان، كما يطلق على القول البليغ الفصيح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فلرب إنسان يبين عن قصده بأمر لا يمكن رده لقوة بيانه، وحتى لو كان هذا المقصود مقصودا وضيعا مرذولا، حتى لو المقصود ضعيف وحش، فإنه لقوة بيانه فإنه يبين عن هذا المقصود بأقوى وأنصع وأفضل ما يكون البيان، بحيث ينقدح في نفس سامعه قبول هذا البيان. وقال: إنما البيان إيه؟ لسحرة، لسحرة، يعني يأخذ بالألباب. أحيانا البيان بيأخذ بالألباب، بيجعل الإنسان لا يسع إلا أن يقبل وأن يسلم. ولذلك من ضمن المنطق أو أبواب المنطق ما يسمى بالبرهان، ما يسمى بالبرهان. هو عندنا في لغة العرب البيان، وعندهم عند المناطقة وأهل الجدل والنظر يسمى بالإيه؟ بالبرهان. فإزاي إن أنت تبني كلامك بطريقة تقنع أمامك الذي أمامك بما تريد؟ وإذا كان المناطقة قديما يدربون تلاميذهم على البرهان أو على البرهان، فيدربه على أن يقيم البرهان على هذا، على صدق هذا الشيء، وبعدما يقتنع أنه هو تمام يمدين البرهان على نقيض هذا الشيء، فيقتنع التلميذ بالشيء وإيه؟ ونقيضه. يقتنع التلميذ بالشيء ونقيضه، ثم بعد ذلك ينقذ من هذه الورطة ببرهان إيه؟ ثالث، فينتهي التلميذ إلى البرهان إيه؟ الثالث. ولو أراد الأستاذ أن ينقض له هذا البرهان الثالث ليقع في برهان رابع وخامس وسادس وسابع، وهكذا إلى أن يتمرس التلميذ البرهان، الطريقة يسموها طريقة الجدل. وقال ربي سبحانه: ما ضربوه لك إلا إيه؟ إلا جدلا، إلا جدلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل شرا فاتح عليهم باب الإيه؟ الجدل، باب الجدل. ولعل هذا هو المراء المقصود في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو إيه؟ ومحق. إحنا جدل، مش هننتهي، مش هننتهي، مش هننتهي أبدا. هو يقول لي حاجة ويقول له حاجة، ويقول لي حاجة ويقول له حاجة، طبعا ننتهي إمتى بقى؟ إما واحد فينا يسكت وينقطع، وده مش هتكون، لأن الاثنين عندهم إيه؟ قوة في البرهان، مش حد يقطع الثاني، مش حد ينتهي سريعا، زي اثنين لاعيبة بتوع شطرنج، والاثنين حريف، ممكن المصري الواحد ياخد قد إيه؟ يقعد سنتين ثلاث سنين، شيرة. سمعت عن الراجل الروسي اللي لعب واحد مش عارف قعده وبين 10 سنين لعب ماتش واحد، 10 سنين لعب ماتش شطرنج، 10 سنين كل يوم 7 ساعات أو 8 ساعات، اتصور 8 ساعات في اليوم، يبقى في الشهر قد ايه؟ يبقى في السنه قد ايه؟ يبقى 10 سنين قد ايه؟ يبقى المصري قعد كم سنه؟ قعد كم ساعه؟ سبحان الله. يعني ده ناس ليس في قلبهم دين، لكن صاحب الدين لا ينبغي ان يصرف وقته لمثل هذا. فالبيان المقصود به البرهان، المقصود به وضوح الدلاله، المقصود به البيان القوي والقول الفصيح. قال الشافعي عليه رحمة الله: البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة
لمعاني مجتمعة الأصول، لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. نعم. فأقل ما في تلك المعاني مجتمعة متشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده. متقاربة الاستواء عنده، أي المعاني التي يسمعها مستوية عنده، يفهمها ويعلم مرادها، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. يعني لما أقول لك زيد قائم، زيد قائم، علماء العربية، ولو الكلمة العربية معناها النحو، يعني لما نيجي نقرأ في كتب التراجم يقول لك اللغة والعربية، فيفارق بين اللغة والعربية، فالمقصود باللغة أي المعاني والتراكيب. فكلمة اللغة تدخل في المصطلح الحديث باب الأساليب والمعاجم، باب الأساليب والمعاجم. أما كلمة العربية وهي النحو، لكلمة العربية يقصدها إيه؟ النحو. فعلماء العربية يقولون بفي زيد قائم، إحنا بنفيد نسبة القيام لمين؟ لزيد. يعني لما أقول لك زيد قائم أنت تثبت القيام لزيد، بتنسب القيام لزيد، بتنسب القيام لزيد. طيب زيد مبتدأ وقائم إيه؟ خبر. والخبر علاقته بالمبتدأ وعلاقة القاضي والحاكم والمخبر، المخبر بس المخبر إيه؟ اللي هو في اللغة العربية. طيب طب افترضنا واحد قال لا زيد ما كانش قائم، زيد كان متكئا، يبقى كأنه يطعن في نسبة القيام لمين؟ لزيد. طيب أنا هجيب له معنى آخر في إثبات القيام لزيد يقارب المعنى الأول بس أكثر منه إيه؟ تأكيدا. فأقول إيه؟ إن زيدا قائم، إن زيدا إيه؟ قائم. طبعا إن واسمه خبر. قال بس أنا شفته بعيني دهيت ما كانش قائم، كان نايم على ظهر. يبقى بعد ما أكدت له الكلام يجادلني في نسبة القيام لزيد، كأنه يطعن في الحكم على المبتدأ، بيطعن في الحكم على المبتدأ، بيطعن في هذا القرار، في هذا الحكم. فأعمل إيه؟ أجيب وجه آخر ولكن أكثر تأكيدا، وإن كان المعنى مستويا، المعنى إيه؟ مستويا، بس أنا أجيب أسلوب أكثر تأكيدا، أقول إيه؟ إن زيدا لقائم، إن زيدا إيه؟ لقائم. يبقى المعنى مستوي ولكن الأساليب بعضها أكثر تأكيدا من بعض. ماشي الحال؟ طيب اسمع بقى كلام الإمام الشافعي، قول من ثاني يا ابن الحلال كده. أقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، تقاربة الاستواء عنده. طيب قاربة الاستواء عنده ليه؟ لأن أنا اللي بتكلم. تفضل. وإن كان بعضها أشد تأكيدا بيانا من بعض. أي زي ما تقول كده. ولذلك يقال إن رجل يعني جادل، يعني أظن يوحنا بن متى ده كان رجل فيلسوف وكان منطقي، وحصل مناظرة بينه وبين السيراف، السيراف ده رجل يعني فحل من فحول العربية، فقال انتوا قاعدين وخوتين دماغنا في النحو بتاعكم ده وكله زي بعض، كله زي بعض. فقال له ازاي؟ قال بتقول زيد قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، ودي زي دي زي دي زي دي. فيلو السرافي إن دي مش زي دي زي دي، إن دي أكثر تأكيدا من ده وده أكثر تأكيدا من ده، فالمعنى مستوي ولكن في هناك إيه؟ مستويات في الدلالة، بيسموها مستويات في الدلالة. يبقى المعنى واحد ولكن هناك مستويات في الدلالة. وبالنسبة لمسألة مستويات في الدلالة، مسألة خطيرة جدا، إن بعض الناس ممكن يقرأ ولا يفهم ولا يعي ما يقرأ. لو فتحنا في واحد اسمه سيبويه وله مصنف في النحو يسمى الكتاب، لأنه لم يسمه
لم يسمع سيبويه، كان شاب صغير، سيبويه ده كان شاب صغير في حدود 30 سنة، ومات دون أن يسمي هذا الكتاب، دون أن يسميه. وهذا الكتاب موئل ومرجع لكل المتفننين في النحو، اللي هو الكتاب ده. وأعجب العجب أن سيبوي هذا كان أعجميا لا يكاد يبين. يعني لو قلنا له يا سيبوي أنت إمام العربية، قول لنا كده كلمتين في العربية كده، ما يعرفش كلام جمل، سبحان الله. ولكنه صنف هذا الكتاب، صنف. فكان السيبوي يسمي الزيادة حشوا ولغوا. يعني يقول لك مثلا آية في القرآن، يقول لك هذه الأداة حشو ولغو. طبعا لو واحد مش فاهم بقى حاجة يقول لك أدي سيبوي كافر، ليه يبقى اللي حصل؟ قال إن القرآن فيه حشو والقرآن فيه لغو، ولم يفهم، لم يفهم. هو يقصد بالحشو واللغو لا ما تفهم أنت، ولكن يقصد بالحشو واللغو الإيه؟ الزيادة. فعبر عن معنى الزيادة بالحشو الإيه؟ واللغو. فاحنا عاوزين إن احنا نتقن مصطلحات العلماء عشان نجي نقرأ في الكتب لا نقع في الضلال. وتقول بقى أنا وقعت على زلة لسيبوي، وخبالك غفر الله له وعفى الله عنه. زلة إيه يا ابن الحلال؟ يقول لك سيبوي بيقول إن الحروف زي دي لغو وحشو، وبعضهم قال وجودها زي عدمها، يعني لو دخلت زي لو خرجت، لو دخل زي الإيه؟ زي لو خرجت. نقول لا، ولا يقصده بهذا المعنى اللي هو المعنى القيمي الشرعي الذي تفهم، ولكن هذا مصطلح عند النحاة يقصدون به الزيادة. نعم. قال شفي فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. يعني مضى من حكمه وقدره، وسبق في علمه أن جعل الله تعالى البيان على وجوه، البيان على وجوه. طبعا ده إيمان بالقدر، ده ربط بالإيه؟ بالإيمان بالقدر. حتى كده في العقيدة، يبقى حتى في السلوك، حتى في التوجيه، حتى في الرغبة، حتى في العقيدة، سبحان الله، ده هو العلم كده. فضل. فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل الفرائض، لأن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوجوب مع غير ذلك مما بين نصا. يبقى ده هو البيان الأول، ما أبان الله عز وجل حكمه نصا مثل جملة الواجبات وجملة الايه؟ المحرمات. يعني هي ده خطأ من حيث اللغة، وإن كان بعضها أشد فأشد هيبقى خبر لكان، فتأكيدا من بيان بعض. لو من حيث اللغة تمشي برضه، من حيث اللغة تمشي، لكن هو الإمام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله عنده نسخة أصل، هي نسخة رباعي من سليمان، فأي حاجة بتخالف هذه النسخة بيعتبرها خطأ. إحنا عندنا في تحقيق المخطوطات النسخة الأم أو الأصل دي حاجة من اثنين، إما أن تكون مكتوبة بخط المؤلف، وإما أن يكون عليها سماع من المؤلف. فربيع بن سليمان ده تلميذ الشافعي، وسمع منه هذه الرسالة وكتبها بخطه، فهناك مقطوطة بخط ربيع وعليها سماعه من الشافعي، فتعد هذه المقطوطة هي الأصل لأنها أصدق خبر. في هناك مقطوطات ثانية متأخرة يعني تنقلها الناس فيما بعد، فهذه المقطوطات تسمى بالأبناء. فالابن لو خالف الأم بيبقى الأصل هو الايه؟ ما قال الأم، لكن من حيث اللغة الاثنين صح، وإن كان بعضها أشد تأكيد من بعض، أو إن كان بعضها
أشد تأكيدا من بين بعض، كلاهما من حيث الأسلوب والتركيب هو صحيح، لكن هو عنده معيار الخطأ والصواب ما وافق الأصل أو لم يوافق. ما شيخ حبيب السائل فين؟ يبقى هذا هو البيان الأول اللي هو ما أبان الله تعالى جملة حكمه لخلقه نصا مما أمر أو إيه أو نهى، مما أمر الواجبات مما نهى اللي هي المحرمات. أيوة منه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه. أيوة، يبقى أصل الفرض في القرآن ولكن بيان الفرض فين؟ في السنة. أيوة زي إذا مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. أيوة تمام كده، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. يعني مثلا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن القرآن فيه الأنصبة؟ فيه الأنصبة؟ أبدا، مش في أي حاجة حدية. ولكن كتاب ابن أبي حزم وكتاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعماله فيها بيان للإيه؟ للأنصبة جميعا. يبقى إذن عندنا نمرة واحد، ما أبان الله تعالى حكمه لخلقه نصا، نصا مثل آيات المواريث، مثل تحريم الخمر، مثل تحليل الميتة، مثل أصل الواجبات زي الأمر بالصلاة وما إلى ذلك. الجانب الثاني اللي هو ما أبان الله تعالى أصله أو أصل فرضه في كتابه وبينت السنة ماهيته زي عدد الصلاة وكيفية الزكاة، كيفية الحد إلى غير ذلك. ومنه الخطاب الثالث أو البيان الثالث، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه نص حكم وحرمه الله في كتابه طاعة رسوله. زي إيه مثلا؟ عليه الصلاة والسلام مثل حكم المحصن إذا زنى، هذا الحكم موجود في القرآن؟ المحصن إذا زنى مش موجود في القرآن، ولكن أبانت السنة عنه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذا الرجم للزاد المحصن هذا غير موجود بتفصيله في القرآن، ولكن أبانت عنه للسنة. نعم. والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عنه. الانتهاء إلى حكمه الامتثال، الامتثال انتهيت إلى كذا إذا صدقته فعملت به. لما أقول لك انتهي إلى قولي، يعني اسمع كلامي في هذه المسألة واعمل بمقتضى هذا الكلام. نعم. فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول، فمن أطاع الرسول ففي الحقيقة قد أطاع مين؟ قد أطاع الله. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول، وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إذا من قبل عن رسول الله فعن الله قبل، من قبل عن رسول الله فعن الله قبل. نعم. ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليه. طيب احنا نقف عند الرقم 59 ان شاء الله عشان يبقى الكلام موصول ببعضه بإذنه تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لمحبه ومرضيه، وأن يعيننا على الخير في أوله وآخره، وأن يجعلنا أهلا لكم.